شرعت العديد من القبائل اليمنية من مختلف مناطق البلاد بالتجمع بهدف قتال الحوثيين والقاعدة باعتبارهم وجهان لعملة واحدة، وبذلك تدخل القبائل خط المواجهة المحتدمة بعد ظهور تجمعات أفراد القبائل التي وصل عددها إلى المئات في محافظة شبوة وبحوزتهم كثير من الأسلحة المختلفة. بالنسبة للحرب، هذه حرب مفروضة على هذه الميليشيات التي دخلت البلاد غريبة، التي أتت يعني بأشياء خارج عادات تقاليد الشعب اليمني. الحرب مفروضة، ويجب مواجهة أي ميليشيات مخربة ضد الشعب اليمني ونظامه ووحدته وكيانه الموجود. أي بالنسبة لهذه استفحلت خصوصا في خلال الحرب، ومؤلمة وضرت بحياة الناس عامة، ويجب استئصالها ما لم تتأدي إلى أمور أسوأ ما هو موجود الآن. بالنسبة لتنظيم القاعدة وداعش وأي قوى إرهابية، لحنا ضدها ويجب محاربتها سواء في الجنوب أو في أي قطر آخر. يجب محاربة هذه الآفة واكتثاثها بجذورها كاملة، وندعو التحالف العربي لدعم كل القوى المحاربة للإرهاب واستئصالها.